أنا مثلا وأعوذ بالله من كلمة أنا مش عارف حالي اليوم إذا رح تصير انتخابات يما مش رح تصير، وأنا مثلا مش عارف إذا رح تتشكل حكومة من هون لشهر أو مش رح تتشكل. كمان بلا مؤاخذة أنا مش عارف إذا رح تولع بالبقاع أو بالشمال أو بالجنوب. إنه ما فيها شيء إذا قلت إنه أنا مش عارف إذا هالصيفية رح يكون في كهرباء أو لا، ولا أنا عارف إذا الأسعار رح تبقى مثل ما هي. والحقيقة أنا مش عارف إذا رح تعلق ببيروت، ولا عارف شو لازم أقول لأولادي إذا حبوا يجوا على لبنان. على الأكيد أنا مش عارف أي طريق رح تكون مقطوعة، أو إذا رح تنشف مية بير البناية. مش عارف إذا لازم اشتري ورقة يا نصيب أو لوتو. بركي ربحت الجائزة الكبرى مش رح أعرف شو بعمل فيها. أنا ضايع. هذا رأيي. فكر فيها.